ماشيين هو في الشارع فقط، ما عندهم حد عارف لهم الشيء ولا راعيهم صحتهم قرايتهم امنهم الى اخره، ويتعرضوا الكثير من الاشياء اللي يدورونا نطرقوا لها لاحقا. استاذ محمد الامين، انت حسب متابعتكم، عبد الرحمن عفوا، حسب متابعتكم لظاهر هذه الظاهره، انت شنو هي اهم الاسباب اللي ادت لتفاقم هذه الظاهره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. اشكر اولا كقناه الوطنيه على اهتمامها بهذا النوع من الاشكالات المهمه، والتي هي في الحقيقه اشكالات تتعلق بالتنميه، وينبغي التطرق لها وينبغي معالجتها. وفي هذا الصدد فإن الدولة الموريتانية بواسطة قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وعت مبكرا هذه القضية، وقامت بإعداد عدة برامج تستهدف هذه الفئة، من أهمها إنشاء مؤسسة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال، وهي مؤسسة عمومية تابعة لوصاية وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، تعنى بقضايا تشرد الأطفال والمساهمة في انحرافهم وتشردهم. وفي هذا الصدد فإن المؤسسة عملت منذ إنشائها سنة بواسطة المقرر 184/2007، عمدت سنة 2008 إلى فتح فروع بعد القيام بدراسة تشخيصية لواقع هذه الشريحة من المجتمع. وبينت هذه الدراسة بأن الأسباب الأساسية وراء تشرد الأطفال وانحرافهم، أولا فقر الأسرة، ثانيا التفكك الأسري، ثالثا عجز المدارس عن تلبية احتياجات الأطفال من الناحية التربوية وبالتالي تسربهم من المدارس، ثم رابعا قضايا العنف داخل العائلة والأسرة بشكل عام. وفي هذا الصدد فإن تفكك الأسرة يعتبر عاملا محددا أو عاملا أساسي من عوامل أسباب هذه الظاهرة، حيث أننا في سنة 2010 بعد استقبال الأطفال في مراكز الاستقبال قمنا بإعداد دراسة من خلال الاستمارات التي نوجهها للأطفال، التي هي عبارة عن استمارات تهدف إلى القيام بالبحث الاجتماعي والعائلي لبحث كل الظروف التي يتعرض لها الطفل منذ أن يصبح مهددا بهذه الظاهرة أو يعيشها بالفعل. فهناك 45% من أطفال الشارع هم قادمون من أسر مفككة. عندما نقول التفكك فإننا نحن من الناحية الإسرائيلية نصنف التفكك إلى عدة أسباب أو إلى عدة مظاهر. أولا التفكك بسبب الطلاق، وهو شائع جدا كما تعلمون، الطلاق مرتفع جدا داخل الأسرة الموريتانية. ثم هناك الترامل، ثم هناك الانفصال، والانفصال أيضا له دواعيه النفسية التي تؤدي إلى أن يترك الطفل الشارع. فقد يكون الزوجان في حالة طلاق غير قانوني، بمعنى أن الانفصال القانوني لم يحدث بعد وهو الطلاق، وإنما هناك سوء تفاهم، وهناك هذا سوء التفاهم ينعكس سلبا على الأطفال وربما يعرضهم للانحراف، عفوا لترك المنزل. وجملة هذه القضايا منها الطلاق ومنها هذا التفكك ومنها أيضا هجر القيم على الأسرة، يعني الهجرة عن الأطفال وترك إلى غير ذلك، هذه من الأسباب الأساسية وراء تفرغ الأطفال. ثم أن هناك عامل آخر وهو عامل الوسائل الإعلام التي هي أيضا ربما تؤدي دورها في هذا النطاق. ثم أن هناك أيضا عندما يلج الطفل الشارع في باكورة المشكلة التي يعانيها، قد لا يكون ممارسا، معناها ليس طفل الشارع ممارس، وانما يتعرض او يلتقي اطفال الشوارع الممارسين فيبداون يعلمونه التباغض. في هذا الاطار ايضا الصحبه السيئه ايضا هي الاخرى لها عواملها. ثم انه ايضا لنرجع قليلا لتاطير العامل الاجتماعي وهو عامل الفقري، لانه ايضا له عامل اساسي. فعجز الاسره عن تلبيه احتياجاتها الاطفال الاساسيه من اكل ومن غذاء ومن ادوات مدرسيه الى غير ذلك، كل ما يجعل الطفل في حاله رفاه، هذه ايضا من اهم الاسباب والعوامل وراء تشرد الاطفال بشكل عام. كما ذكر زميلي وهو ما شاء الله مقتدر في هذا المجال، صنف التصنيف الجيد هو ان اطفال الشوارع يذهبون الى الشارع ويصنفون بين فئات معينه. هناك اطفال الشارع وهناك اطفال في الشارع. فاطفال الشارع هم الاطفال الذين يتوجهون إلى الشارع بهدف الاعتماد عليه، ولا يجدون داخل الشارع من يرعاهم من أشخاص راصدين أو مؤسسات، هذا من ناحية. ثم أن لديهم انقطاع نهائي بالأسرة. أما أطفال في الشارع فهم الأطفال الذين أيضا يتوجهون إلى الشارع بهدف الاعتماد عليه،
ولكن هذا الاعتماد هذا الذهاب الى الشارع تبقى لديهم صلات بالاسره بهذه الصلات. بالعموم اطفال الشارع في موريتانيا وفي مرشوط مدينة مرشوط بشكل خاص هم الأطفال من الفئة الثانية أي من فئة أطفال في الشارع. هؤلاء الأطفال يتجهون إلى الشارع ولكن تبقى لديهم صلة بأسرهم، ولكنهم يتميزون كما أضافها محمد بالتشرد النهاري. لهذا وعت وزارة الشؤون الاجتماعية وقامت بالقيام ببرنامج كان خطة خمسية من سنة 2008 وحتى 2000 وحتى من نسبة 2008 تقريبا بقت 5 سنوات عملنا على خطة تستهدف أن نقوم بتقديم الخدمات النهارية في مدينة مرشوط وفي بعض المدن الداخلية تنتشر بها الظاهرة أو تتنامى بها الظاهرة، ثم نقوم بمنشي مركز أخرى للإيواء في حالة الأطفال الصعبة الذين لا يمكن أن يرجعوا إلى الشارع. هذه النقطة عفوا لأسرتي في عفوا يمكن أن يرجعوا لأسرتي بشكل سريع. عادي. استاذ محمد من خلال كلام استاذ عبد الرحمن لازم نقول ان اطفال الشوارع هم نتاج المجتمع. هم طبعا كاي كشان مثلا اي ظاهره لا بد وان تكون لها اسباب، وفعلا الاسباب اللي ذكرها الزميل عبد الرحمن طبعا من بين الاسباب اللي اساسا مؤديه لانتشار هذه الظاهره. مثلا صنفوها في 3 إلى 4 اسباب، اسباب اجتماعيه من بينها فعلا وانا نضيف له لغياب التضامن اللي كان السائد بين المجتمع انتقل من مرحله الى مرحله اخرى. كنا في السابق مجتمع مثلا بدوي وكانت فيه اواصر الترابط وكذلك التضامن قويه جدا، لكن بفعل التمدن وبفعل مثلا المدينه والتحضر اصبح هذا العامل ضعيف جدا، وبالتالي اصبح انتشار هذه الظواهر اللي هي مثلا تسيب الاطفال وكذلك تشردهم وكذلك مثلا الظاهره نتكلم عنها كونهم عايشين في الشارع، هذا ناتج عن ذاك التضامن اللي اصبح ضعيف بفعل فيما قلت التحضر ومستوى التمدن اللي ملاحظ في المدن الموريتانيه. يضاف لذلك فعلا التفكك الاسري به اللي الاطفال اللي نقول اطفال معنا نتحدث عنهم يعني يعودوا في وسط مثلا اسره. وصلات عرب لهم شيء ترعاهم وتوفر لهم الحنان، توفر لهم الرعايه، توفر لهم الدعم، توفر لهم كل المستلزمات اللي اساسيه لكي مثلا يعيشوا حياه منسجمه وحياه كذلك متوازنه نفسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. هذا للاسف غايب لين يعود الطلاق مستفحل ومستشري والتفكك العائلي. الاطفال لا يعود مثلا مصيرهم ومآلهم لا الى الشارع والى شبكات الاجرام والى الشبكات الخطيره جدا اللي خطيرة على مستقبل الأطفال وخطيرة حتى على أمن واستقرار الوطن. أيضا الأسباب الاقتصادية اللي هو الفقر المدقع اللي ملاحظ في أوساط المجتمع، وكذلك هذول الأطفال اللي دائما يعودوا في الشارع كما ذكر الزميل فعلا أنهم دائما يعودوا نتاج كما قلنا للمستوى الاقتصادي اللي أصابهم اللي جايين منه. إما ترى أسرة ضعيفة هي قام تمشيهم شاقة يمشوا وتعتمد حتى على اللي يجيبوا بعض الاحيان على اللي يجيبوا الاطفال، اما صدقه اما عماله اطفال اللي لاحظوا للاسف مختلف تجلياتها. ايضا انا نضيف عامل ثاني ودائما كثير من الباحثين ما يغفلوا عنه هو عامل مخلفات الاسترقاق وممارسات كذلك الاسترقاق اللي يشهده المجتمع الموريتاني اللي للاسف تمارس وما زالت اللي مثلا ظواهرها وما زالت اثارها قويه جدا في المجتمع. في الكثير من الاطفال الشارع اللي خرصون صنفوهم من الفئات اللي متاثره بهذه الظاهره بالممارسات. كذلك احنا نعيش في عالم يتميز بعلمه عالم معولم. اذا التاثير الثقافي، تاثير وسائل الاعلام، تاثير وسائط الاعلام العديده اللي تاثر على الاطفال وتجعلهم كذلك هم قاع اكثر مثلا اهتمامهم وتعلقهم بالشارع من اهتمامهم وتعلقهم بالبيت. تجدهم عند مثلا محلات الفيديو ومحلات الالعاب السمعيه البصريه البلاي وتجدهم في الاماكن اللي فيها الضوضاء وفيها الضجيج ياسر كيف دراجات وكيف المحطات وكيف الاماكن اللي كثر فيها الحركه وكثر فيها العمال كثر فيها تجدهم الاطفال في اماكن خطيره حتى على صحتهم وخطيره على ترى كان نقدر نقول ان انعدام وجود الاوراق المدنيه من هذا زاد هو سبب من اسباب انتشار تفاقم هذه الظاهره. هو طبعا هي ظاهره مركبه فيها الكثير من مثلا العوامل تتعايش فيها.
مو هؤلاء الأطفال لو كانت عندهم قاع لو هم إنهم جابروا كيف ما قلنا الدعم واللازم من أسرهم لكانت هاي الأسر وفرت لهم أوراق مدنية. لو كانت عندهم أوراق مدنية عودوا مثلا جابروا مؤسسات تربوية في المرحلة اللي مازالوا فيها على الأقل يقرأوا فيها مدارس يواصلوا فيها قرايتهم. والله إلى اللي عادهم واللي تسرب مفروض عن تعود فيه مثلا مراكز للتكوين المهني يلجؤوا لها مثلا أطفال ضحايا تسرب مدرسي واللي ما استطاعوا يواصلوا في الدراسة في المدرسة عندهم أماكن أخرى للتكوين على الأقل التكوين المهني تكونوا في مجالات أخرى كنوع من إتاحة فرص جديدة لهم من أجل أنهم يتكونوا من أجل أنهم يقدوا يعيشوا في الحياة النشطة والحياة الآمنة. إذن عن هذه الظاهرة هي نتاج لأسباب وعوامل متعددة اجتماعية واقتصادية وثقافية ومدنية حتى في تعلق فيها قضية وحتى مؤسساتية باللي نقول مؤسساتية وهون نرد السبب مثلا للحكومة للدولة الغياب مثلا البرامج اللي لازمة على الرغم من أهمية اللي ما سفه هذا اللي يتكلم عنه الزميل وفعلا خالد وفهم مجهود مثلا لا بأس به نقيم به لكنه مازال لا دون المستوى اللي مأمول للقضاء على ذي ظاهرة مازال لا مستفحيل ومازالوا أطفال الشوارع اللي كثروا موجودين للأسف للأسف يوم بعد يوم دائما للأسباب اللي يوميا تلاحظ باللي مشكلتك عندك تركز العامل فهم عامل وخرجك في الجاج أخرجك من هش معناه لا بد حد يخرص المقاربة تعود مثلا تشاركية وشاملة تعود تقضي بعين الاعتبار هذه ذي الروافد كاملة الأسرة لا بد أن تقوم بدورها لا بد يعودهم مثلا موجود المدرسة كذلك المؤسسات الثانية نفس الشيء الأمن أيضا اللي الأمن مسؤول عن عمالة الأطفال هذه عقد عليها القانون مفروض عن الأمن يعني يعود يشوف أطفال مثلا يشتغلوا يعود مثلا صاحب الأمن للأطفال يقبلهم إياك مثلا يعود كرادع عن القانون يحرم منهم وعن الدولة هون من ناحية يعود عن مساعد للدولة منها للأطفال تقبلهم وتقيس فيهم الأماكن اللي أسست لهذا الشأن وأيضا أسرهم يفهموا على أنه ما هو مقبول عندما هو مقبول عن صح. مثلاً إذا ممنوع القانون يمنعه يالله تفهموا عندما هو مقبول عنكم تخلوا تلك ماشين ما أنكم عارفين لهم شيء وما الله قاعد لتشغلهم تعتمدوا على اللي يجيب لكم هم وهون لا هي مثلاً تعود مولي الدولة لا بد تقبل مسؤولية تراعي المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأسر تعرف لهم شيء فياك يقدوا هم مليقهم بالدور اللي مثلاً ما نقبلهم واللي ملقى على عواتقهم في حماية ورعاية تنشئة أطفالهم تنشئة السليمة. أستاذ عبد الرحمن نقول شوي تكلمنا عن المركز اللي طيب في إطار ما كان يقول زميل محمد أركاتية فعلا إن الدولة طلعت برامج وطلعت عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية وهي القطاع الوصي على هذه الظواهر وعلى هذه الشكلات كلها قامت بإجراءات معينة من أول هذه الإجراءات هو إنشاء هذه المؤسسة العمومية اللي الآن الحمد لله لديها ست مراكز مركزين في مدينة ثلاث مراكز من نواكشوط فتح الآخر منهم 28 نوفمبر 2014 في الترحيل 16 تابع للرياض ثم عندنا مركز في الميناء وعندنا واحد اخر في دار النعيم باعتبار انه كل جهه يكون فيها مركز يقدم هذه الخدمات بشكل مباشر لهؤلاء الاطفال هذا من ناحيه ايضا فتحنا مركز في كيفة 2014 وواحد في مواليب 2012 وواحد في روس 2013 على اعتبار ان هذه المدن هي المدن الاكثر تضرر من هذا الظواهر وفي هذا الإطار أيضا قام القطاع أيضا بإنشاء ما يسمى بالطاولة الجهوية أو الطاولة المستديرة للحماية وهي عبارة عن نظام اجتماعي لحماية الأطفال ينصهر في هذا النظام جميع الفاعلين الاجتماعيين ثم الفاعلين الرسميين من الفاعلين الاجتماعيين المجتمع المدني والفاعلين الرسميين عن طريق وتشرف وزارة الاجتماعية على أداء هذه الخدمات وتقديمها بشكل مؤسساتي وبشكل مقاربة مندمجة تشمل البعدين البعد الوقائي والبعد العلاجي وتعالج في هذا الصدد قضايا كل الإشكالات المرتبطة بهذه الظواهر سواء تعلق الأمر بالتوفير الحالة المدنية أو تعلق بالأمر بالتحسيس الأسر على إحصاء الأطفال إلى غير ذلك من البرامج وبها صدد بين المؤسسة استقبلت أكثر من 4000 طفل من بينهم 3800 طفل من أطفال الشوارع والمؤسسة أيضا لا تستضيف فقط أطفال الشارع وإنما هناك الأطفال ضحايا العنف هناك أطفال فاقدي السند العائلي بين قوسين الأطفال اللقطاء وتقوم القطاع بجملة من الخدمات عن طريق عدة إدارات ليس فقط
المؤسسة العمومية المكلفة بهذه الإدارة، وإنما هناك إدارة الطفولة التي تشرف من الناحية الوصائية على هذه البرامج وتقوم ببرامج تتعلق بحماية الأطفال من الناحية القانونية ومتابعة القضايا الكبرى المطروحة للطفولة بشكل عام. وهناك أيضا إدارة الأسرة التي تعالج القضايا المترتبة عن مثل هذا النوع من المشكلات كقضايا الطلاق والنزاعات الأسرية. وهناك أيضا في إطار هذه البرامج نقدم جملة من البرامج على مستوى المراكز. برامج نهارية رعائية تبدأ باستقبال الطفل، ثم التغذية، ثم تصنيف الأطفال. هناك أطفال ينبغي أن يتوجهوا للمدارس، نقوم بتأهيل هؤلاء الأطفال حتى يتمكنوا من دخول المدارس إذا كانوا في السن التي مسموح بها رسميا في دخول المدرسة. هناك أطفال أيضا تجاوزوا سن التمدرس، نقوم بتوجيههم إلى مراكز التكوين المهني، ثم أن لدينا أيضا ورشات أولية للنجارة والخياطة والحلاقة والخط في مختلف هذه المراكز تقوم بأداء برامج المراكز. وأنا كنت أود لو قمتم قبل ذلك بزيارة للمركز لتشاهدوا البرامج المقدمة بشكل واقعي. ولكن الجميع الحمد لله مبسوط الآن، عاد أصبح على اطلاع بدور المراكز من خلال وسائل الإعلام الأخرى. هذا من ناحية. من ناحية أيضا هذه الطاولة الجهوية للحماية قامت هذه السنة الماضية بتقديم خدماتها لقرابة 20,000 طفل. هذه الخدمات من بينها خدمات توفير كتب أو توفير الأوراق الرسمية. اللي هي سابق شوي نلحقوا الخدمات اللي قدمتها. ندرى شنو هي الطريقة اللي تجيكم أنتم بها الأطفال؟ ممتاز ممتاز جدا. هذا السؤال جيد. هناك طريقة نحن لدينا نظام أو لدينا إطار قانوني ينظم الطريقة التي نقوم باستقبال بها الأطفال ودمجهم إلى غير ذلك. هناك ما يسمى بالأورينتاسيون أو التوجيه. هناك هيئات أخرى عن طريق هذه الطاولة الجهوية للحماية، هيئات مجتمع مدني، هيئات فاعلة كبريكاد منير اللي هي ضابط الأحداث، إذا جاء طفل مثلا معرض، طفل مثلا ضال عن أهله أو طفل مشرد، تأخذ دورية للشرطة أو يقوم فاعل خير بإيصاله أو عامل اجتماعي بإيصاله للشرطة، يتصلوا بنا مباشرة ونقوم نحن عندنا نبدأ عليه البحث الاجتماعي، نعرف مشكلته شنو من الشخص ومشكلته اللي عاد طلب انه يبقى في المركز اللي يبقى فيه، واللي عاد طلب انه يقتد ذاك الوقت الاسره تقتد لها مع جمله من البرامج والخدمات تعرض لها حسب الاطفال. هناك ايضا عمل محنصه ميداني، عندنا فرقنا الخاص الميداني اللي تنزل ميدانيا للشارع بفترات معينه وتقبل تستهدف مجموعه من الاطفال عن طريق ما يسمى بريباراج او عمليه الرصد والمتابعه على الشارع. عندنا عامل اجتماعي مكوني ينزلوا ميدانيا ويسيب له يستهدفوا مواقع معينة يتواجد فيها تركة الشوارع، ونميزوهم عن طريق هاش عن طريق تقنيات فنية خاصة بنا احنا، يعني يشير يمارس في الشارع، معروف عنه الزمن في الشارع وتسول عنه البيسيري والناس اللي حدا، وش نقول احنا العناصر الشاهدة واحدين هماتي يعرفوا التركة، ومن خلالها نرسموا حوار مع الشير، لانه الشير ما يقدر فرصة له انه يقيس سانتر هالما هو المقاربات اللي عندنا، نرسم معه حوار، ومن خلال الحوار نتصلوا بصورته ونتصلوا به وندمجوه ونقدموا له خدمات. ومن بين هذه الخدمات ان ايضا نقدم مشاريع مدرية للدخل بالنسبه للاسر الاطفال اللي مثلا بين البحث الاجتماعي عن اهلهم فقراء ويلا جبروا هاي الاسر. ثم اسر اخرى ما عطيتها كاع مشروع مدرية للدخل ما لقيت تسيروا ولا تعرف تسيروا، نعد لهم مساعدات دوريه وذا النوع. ومن اجل ان حد يعرف هذا ويشوف ويعاونه، ما بقيت تكفى حلقة، كان ينبغي عنكم نجيل برامج تشوفوا إن شاء الله هذه الأيام إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله تشوفوا المركز تشوفوا الخدمات طلعوا عليها عودوا ملمين بالموضوع ملمين بالموضوع عودوا. أستاذ محمد، نحن نعرفوا كاملين أن موريتانيا من الدول اللي موقع على اتفاقية حقوق الطفل. صحيح. ندرى كان نقدر نقولوا من خلال المشاهدات اللي نشوفوا يوميا عن هذه الظاهرة، نقدر نقول أن الدولة هون مخلة بهذه الاتفاقية. احنا للأسف قلت لي انت نخرصوا مثلا الترصانه القانونيه اللي عندنا نظريا ونقارنوها بما هو موجود على الارض، يجب ان عندهم بوند شاسع بين مثلا بين القانون، القوانين عندنا ما شاء الله وزينه وخالقه، غير تطبيق القوانين للاسف زال ما هو موجود، ولكن عنده اسباب العديده، غير بعد ما اللي القانون يالتو لا يعود الا مطبق، ومدى من توافق على الاتفاقيه قالت لا تحترمها وطبقهم اللي قالت طبقها. وشرت على ذا من بين مثلا الشواهد على ذا اللي كنت نتحدث عنه في عدم مثلا تطبيق القوانين، وفعلا انك رجل امن تشوف اطفال ماشيين مثلا يشتغلوا عدلوا عماله، وهذا محرم قانونيا وكانه ذا ما هو مسؤول عنه لا معني به ولا شيء. برقاد منير اللي تحدث عنه الزميل، احنا اليوم موريتانيا كامله فيها مفوضيه واحد الاطفال. لماذا هذا؟
قصر خاصه بالاطفال القصر. لماذا هذا؟ هذا يتم لا مهول الاطفال ما موجودين لعب نواشوط وحده. احنا كم عندنا من مدينه ما شاء الله مثلا التعقد الموجود في نواشوط موجود عاد في المدن واريبو كيف روسو جميع مدننا ما شاء الله عاد مدن آيلة نحو التعقيد ومثلا اطفال الشوارع فيها بكل تاكيد ياسر. معناه انه ما مثلا ما كان هو وضعيه وحده لابد تعود كل مقاطعه إن لم أقول قاع كل مثلا بلدية حتى تعود فيها مفوضية خاصة بالقصة وفيها مراكز لذا مو كافي العواصم الله بعض العواصم لا بد من يعودوا ثم مراكز مثلا في جميع عواصم الولايات علاقة العواصم الولايات ويعود موجود فيهم خدمات اللي تحدث عن الزمين لخدمات الحقيقة جليلة ومهمة جدا إن تعود فيهم مثلا مراكز تحتوي على هذه البرامج كاملة وتقوم بهذه الدراسات اللي الجميلة والجيدة فعلا إذا قطع عنه من الشيء أنه يحد والله زاد يقول لا دور لا يقضي على هذه الظاهرة طبعا مع ضرورة عند المجتمع اللي يساهم وعند الأسرة تساهم وتفهم على أن هذا ما هو مقبول وعند ما هو يلا قاعد مجتمع كيف مجتمع نحن مجتمع مسلم الحمد لله والشرع قاعد مثلا ألزم الوالدين بالحقوق للأبناء لو كانت كل أسرة مثلا مستشعرة وفاهمة ذيك الحقوق حقوق أبنائها تجاهها وقايمة بهم لكان ما كنا وصلنا قاعد للمستوى اللي هو يغلي للأسف كامل معدوم نظرا للجهل نظرا للفقر نظرا للأمية نظرا لكثير من العوامل اللي للأسف تحدثنا عنها واللي هي اللي أدت لهذه الظاهرة وأيضا الأسباب المؤسساتية اللي من بينها غياب تطبيق القوانين غياب مثلا والله زاد كون الدولة ما فات تحملت مسؤولياتها بالشكل اللازم والكافي بحجم يعود قد مثلا يساهم والله يساير في القضاء على الظاهرة جهودها ما زالت محدودة ما زالت نسمعوا حسب بعد الشاهد اللي زميلي اللي مثلا رئيس مصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم معاين للميدان عمل الجهود ما زالت اللي على مستوى بعض المدن طبعا فيه مدن مثلا بحجم نواشوط وعاد ما شاء الله فيها تعقيد اجتماعي واقتصادي وثقافي كبير جدا ولحد الساعه ما فيها مراكز هذا طبعا الظروف ينعكس وانا عندي تجربه قاعده مو خاص لهذه المدن وحدها حتى في الداخل تجبري ظاهره ظاهره طالبه هذه خاصه اطفال طبعا هي يناموا في الشارع ما عندهم اي ويتعرضوا للعنف ويتعرضوا لكثير من ما حتى انهم تعرضوا عرضه للانحراف عرضه للمتاجره بين كل انواع الاستقلال كل انواع الاستقلال تراكم انتم من خلال مركزكم هذا كان عندكم احصاءات سنويه لعدد الوالدين لكم لاطفال الشوارع طبيعي جدا عندنا احصائيات سنويه كم سنويا؟ نستقبل سنويا حوالي 500 اشير على الاقل سنويا كل سنه نستقبل على الاقل 500 اشير لانه في مراكزنا وهذه سنه 2014 استقبلنا 712 اشير على مستوى جميع المراكز تصور معي الخدمات سوف تقدم ل 712 اشير في خدمات الاكل والايواء والمتابعه هذا يحتاج جهود كبيره جدا والمعاين البسيط والمعاين غير متخصص لا يفهم هذه القيمه ومعناها ولا يفهم كم تحملت الدوله من اجل هذا ما بسيط فهمه وعلى كل حال فيما يتعلق بتفكير القطاع نحن عندنا خطه زلاليه تستهدف لكن نشتغل بشكل علمي يعني الحمد لله وزارة الشؤون الاجتماعية تتمتع بأطر عندهم كفاءات في مجال العلوم الإنسانية ويحاولوا يطبقوا المقاربات المعتمدة في المجال ونحن ما نعد الموشع عن طريق دراسة مثلا السنة الماضية دخلنا في روسو لماذا؟ لأن روسو بينت المؤشرات عن نطلع فيها عن الظاهرة فيها أنها تستحق عمل مؤسسي ما معنى عمل مؤسسي؟ معناها أنك تقدم تضع مركز يعالج هذه الظاهرة يشير من بداية المشكلة حتى إلى أن يتم دمجه في الأسرة هذا من ناحية من ناحية أخرى الولايات الأخرى اللي ما فيها الظاهرة بشكل قوي فيها ممثليات جهوية لوزارة الشؤون الاجتماعية هذه الممثليات الجهوية كل إشكال مطروح للطفل تقوم بمعالجته في إطار ما يسمى بالطاولة الجهوية كل الآن أكثر ولايات الوطن فيها طاولات جهوية في متداخلين يرأس الطاولة الجهوية حفظون حتى من دقيقة ويكمل الخدمات يرأس الطاولة الجهوية والوالي وأصبحت الجهود غير مركزة وإنما تعتمد لا مركزية ومحمد يفهم معنى لا مركزية تعتمد لا مركزية من أجل أن الفاعلين الاجتماعيين المحليين والرسميين يؤدوا خدمات ما رجعوا إلى الإطار المركزي وفي هذا الإطار قلت لكم 20,000 إشير حوالي 20,000 إشير تمت تقديم لها رعايات رعاية أسرية تقديم لها برامج معينة دعم غذائي دعم أسر تعديل كتب أخلاق توجيه للمدارس إلى غيره من ترى شنهي الولايات اللي أكثر تواجد فيها النوع من الأطفال في عجالة نواكشوط
كيفا ماليبو روسو. الآن عندنا دراسات تستهدف ولايات أخرى من بينها البراكنة ومن بينها سيلي بابي و نرى شنو هي الحلول شنو الحق بابي طيب الحلول نتكلم عن قابليات اختيار الشرع لشيء يعني شوي تحدث عنه زميل أنا ما قلت عني ماني مقدر اللي طبيعي طبيعي استمعت لك عني مقدر وقال قلت عنه ما هو كافي أكيد هم اللي عنه ما هو كافي وعنه فعلا مقصر كثير من المدن معك المدن تحدث عنها لك زوالات ما تكلمت عنها زوالات مدينة عمالية وكم فيها من مثلا الأطفال وحتى أطفال الشوارع موجودين فيها بكثر أطار دي المدن كاملة المدن قلت لك عنها عادة ما شاء الله تسير مرشوط التعقيد الخارج من مرشوط خالق فيها فهمني معنى أن فعلا تقصير كبير وقطعا المجهود المقيوم به أنا ما قلت عني ما أسفه مهم عندي لكن دون المستوى المأمون طبيعي المستوى اللي فعلا يجد يواكب القضاء ياك نقضوا ياك الحلول لابد كيف ما قلت الأخذ بعين الاعتبار مقاربة تشاركية تقبل بعين الاعتبار هذه الجوانب كاملة تكلمنا عنها وانا بعد التنظيم نتكلم عنه الزميل مثلا ما بيش عندي غير اللي يقول له فقط عنه يعمم على مراكز الواقع اذا قال كيف ما قلت عن عواصم الولايات كاملة تعود كل عاصمة ولاية فيها مركز ان شاء الله نستهدف نقوم بهذه الخدمات كاملة عندنا خطة ثلاثية تستهدف هذا كلمة أخيرة سريعة كلمة أخيرة أني أقول بأنه أنا أشاطر وزميلي عن كل الجهود المقام بها اللي تستهدف الأطفال وتستهدف هاي الظواهر المعقدة والمركبة واللي تتعلق بقضايا تتعلق بالتفكك الأسري وقضايا تتعلق بدور المدرسة وقضايا تتعلق بالثقافة الاجتماعية السائدة عند المجتمع أنها نيمة تضافر كل الجهود الحكومية والجهود المحلية ودور الأسرة أن سوف تبقى كل جهود التي تقوم بها الدولة عادية جدا وأن أيضا نحن في قطاع وزارة الشؤون الاجتماعية نعي هذا كله ولدينا خطة استراتيجية للقيام بها الماضي شكرا في نهاية حلقة الليلة مشاهدينا الكرام أتقدم بجزيل الشكر إلى ضيفي الكريمين محمد المبارك باحث اجتماعي وعبد الرحمن المحمد رئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة كما أشكر باسمكم الطاقم الفني الذي ساهم معي في إنجاز هذه الحلقة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء